خليني انتقل الى تحليل المباراه الاخرى، وطبعا دائما انتم جاي تتابعون وحده لانه ما تقدر تشوف اثنين. من نوصل هنا يعني هي هاي ال 48 مشكله 48 هاي شلون راح تصير ما ادري. تفكر حتى 48 حتى يشرد الذهن نعيم يعني فوتك تخطئ هنا يعني هوايه. الاورجواي غانا، الاورجواي بهدفين لم تتاهل، وتابعتوا وشدتكم انظار يعني او لقطات عن الجمهور شلون كان يترقب بالمكان. الاورجواي 2 غانا 0، شلون تشوف؟ شوف غانا ضيعت فرصه من يديها، يعني دخلوا للمباراه عده 3 نقاط افضل من بقيه الفرق. نعم انت احنا راهنا انه غانا ممكن تاخذ البطاقه الثانيه. نعم اوكي. من دخلوا للمباراه انا حسيت انه مو غانا اللي يريد المباراه، كانوا الاورجواي هم اللي يردون المباراه اكثر من حاجه غانا. سجلوا هدفين ايضا كان التعادل يكفي المنتخب يعني هذا المرض اللي اشار له. سجلوا هدفين في اول 30 دقيقه، من سجلوا الهدفين احيانا انت في هاي المجاميع كلها راح يلعب الهدف الواحد، احنا شفنا المجموعه يعني هدف واحد يغير نتيجه فارق من اللي يصعد، لان كلها مثلا كلها متساويه او كلها ناقص واحد. الان الفريق الاورجواياني طيلة شوطي المباراة أضع الكثير من الفرص حتى يسجل هدف آخر ويودي وين؟ للتأهل، لكن ما يجي الهدف. لهذا أكو حالة أشار لها كابتن نعيم، يعني كباني شوت كرة طلعها الحارس، لسان حالة يقول لها أنت ليش طلعت؟ آخر دقائق آخر دقائق. أستاذ حسين أنا أعتقد أنه المنتخب الغاني دخل المباراة لازم هو يعرف شيء كان شيء يريد من هالمباراة، يعني هو نقطة واحدة انه انت بالدقيقة 20 ضيع ضربة جزاء، يعني انت الفرصة يعني بيدك وراحت، انت اتيحت الى كل الفرص منتخب الغاني ستة نقاط حتى بعد لو نرجع للاحداث مالتها مشاهدناها يعني فرص اكثر من 4 فرص. هذا تشكيل المنتخبين يمكن ما تابعناه. لا نعم هو 4-4-2 الاورجواي نفس الاسلوب اللي يلعبون ب 4-2-3-1 يعني التشكيل الغاني. الاول ولو هو ما يعطيك انطباع لا لا هو يعني الى حد ما غانت للتعادل الى حد ما هو اسلوبه يلعب بارتكاز 2 اكيد بالاضافه للمدافعين الاربعه الموجودين، الغايه منه انه العب بالحاله الدفاعيه اكثر ما هي الهجوميه. اعتقد انه حتى بعد ما سجل لو علي هدفين انا اعتقد الفريق الغاني قدر يحصل على فرص كثيره جدا، دقيقه 81 94 95 كان ممكن حتى يوصل للتعادل مع الفريق في دارج القول ان لم تسجل يسجل فيك. نعم وهاي ذكرناها يعني حضرتك اشرت لها بالجزاء بركله. نعم. اذا نقطه ركله الجزاء هي المفصليه ولو الوقت مبكر خلاص تدري وين راح ترجعنا صحيح دقيقة تدري وين راح ترجعني؟ أنا أتمنى يبقى باقي التشكيلة. عبد القدوس كان بالمباراة اللي فاتت بطل المباراة. نعم. بال 2010 سمو جيان كان بطل أفضل لاعب بالفريق الغاني. المنتخب الغاني. يا سبحان الله التقوا بالدور ضمن النهائي مع الأورجواي نفس الحالة. سواريز طلع كرة من الجول وانطرد. بإيده. وجاء سمو جيان. يسجل ضربة جزاء لتنتهي المباراة وينتقلون لنصف النهائي الفريق الغاني. نعم. أصبح سواريز بطل قومي. الكرة أطاح بها سمو جيان. انطرد هو. انطرد. انطرد هو سواريز. وانصدت ضربة جزاء. لكن صدت الكرة. وراحت ضربات الجزاء وفازوا الفريق الأورجواياني. اليوم مثل ما تفضل الأخ نعيم. يعني أنت في بداية المباراة يا عبد القدوس وعندك ضربة جزاء. يعني شو تغير؟ تغير كثير من ملامح هذه المباراة. يعني اللي شو اللي يمكن أنا والأخ أو وياك يمكن الأورجواي هذه أسوأ نسخة لهم في تاريخ كأس العالم.